افتتحت منصة إيتيتش الدولية للتعليم والتوظيف أول مكتب لها في المنطقة في دبي. وتعد إيتيتش منصة متطورة وتضم قاعدة بيانات ضخمة لأكثر من 1 مليون شخص من المعلمين والمحاضرين وموظفي الدعم في مجال التعليم، إضافة إلى توفير المدارس والأكاديميات والكليات مع حلول فعالة من حيث التكلفة لإيجاد واستقطاب موظفين في مجال التعليم. انضم الينا من دبي المدير العام لقطاع التوظيف في مجموعه اي تيتش التعليميه جوناثان برايس. سيد جوناثان، صباح الخير. اولا، لماذا هذه الخطوه بالمجيء الى سوق الشرق الاوسط؟ كنا نعمل في المملكة المتحدة منذ 14 عاما، وكنا ننظر في الفرص الدولية التي الموجودة في العالم. لقد كنت في دبي لمدة 16 عاما وقد عملت هنا وأعرف المنطقة بشكل جيد، وأعتقد أنه من المناسب أن نكون موجودين هنا نظرا للنمو في قطاع التعليم ليس فقط في دولة الإمارات ولكن في منطقة الخليج بشكل عام والشرق الأقصى. طيب سيد جوناثان، لو تحدثنا أكثر عن منصة إيتيتش، ما هي الخدمات التي توفرها؟ منصة إيتيتش هي منصة إلكترونية للوظائف التعليمية. المعلمون يسجلون اهتمامهم في هذا الموقع الإلكتروني. لدينا 1 مليون معلم ومعلمة وهم يبحثون من خلال منصتنا على وظائف، والمدارس وتقوم بنشر الوظائف المتوفرة لديها، ونحاول أن نوفق بين المدارس ذات الجودة العالية والأساتذة ذات الجودة العالية أيضا. هل هناك من خدمات تعليمية؟ لأنه الاسم يوحي بهذا الشيء، إي تيتش، وكأنه يمكن لأي شخص أن يتعلم من خلال هذا الموقع أو يحصل على خدمة تعليمية غير موضوع التوظيف. كلا، إنها منصة معنية بتوظيف المعلمين فقط. نحن نقدم بعض الدروس التعليمية التطويرية، ولكن في الوقت الراهن هذه المنصة تركز فقط على التوظيف، بحيث نحاول أن نستقدم معلمين إلى المنطقة، معلمين من المملكة المتحدة ومن أنحاء أخرى من العالم، وهم يريدون أن يروا ما يمكن لدبي أن تقدم لهم. طيب، في دبي وفي الإمارات عموما هناك الكثير من المدارس البريطانية أو على النهج البريطاني، هل هناك إحصاءات لديكم حول السوق هنا في الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج، حيث أن هناك العديد من المدارس التي تدرس بالمنهاج البريطاني؟ By far, if you look at the international growth of schools, إذا ما نظرنا إلى النمو في عدد المدارس، يمكننا أن نرى أن المنهج الأكثر هيمنة هو المنهج البريطاني. كي أعطيك أرقاما دقيقة، لابد من أن أجري أبحاثا أو أطلع على الأبحاث، ولكن في دولة الإمارات تم إنشاء 18 مدرسة جديدة، وإحدى عشر مدرسة من بينها تعتمد المنهج أو المنهج البريطاني. وبالتالي تواجه هذه المدارس تحديات في توظيف المعلمات والمعلمين المناسبين لنقل هذا المنهج للطلاب. طيب سيد جوناثان، لو تحدثنا عن منطقة الشرق الأوسط، وأنتم قمتم بافتتاح أول مكتب هنا تحديدا في دبي، في رأيكم ما الذي تفتقده المنطقة ربما فيما يخص التعليم؟ كل بلد لديه خصوصيته والمشاكل التي يواجهها في مجال التعليم. دولة الإمارات قد أعلنت على المستوى الاتحادي أنها تستثمر في البنية التحتية للمدارس الرسمية، وهي في الوقت عينه تشجع المدارس الخاصة على المجيء إلى دولة الإمارات، وأيضا تشجع المدارس الدولية الرائدة على
على المجيء إلى هنا. ومؤخرا كنت أنظر على المواقع الإلكترونية ورأيت أن مدرسة افتتحت فرعا لها في أبوظبي وفي العين وتريد أن تصل إلى عمان والأردن. إذن إن المدارس بحد ذاتها تبحث عن التوسع. هناك نوع من النمو الكبير في هذه المنطقة، وهذا النمو كان مضطردا بشكل أو بآخر، وبالتالي هذا يسهم بشكل كبير في دفع كل تكاليف هذه المدارس، وكل هذه المدارس تريد أن تقدم أفضل جودة ممكنة من التعليم. طيب، من خلال تجربتكم هنا، يعني المدرس البريطاني الذي يقيم في بريطانيا ودخل على موقعكم يريد أن يدرس مثلا، حصل على وظيفة من خلالكم في دولة عربية، الآن هل المدخول، هل الدخل الراتب الشهري بالنسبة للمدرس البريطاني يمكنه من العمل في الخارج؟ لأنه نعرف أن الدخول مختلفة من بلد إلى آخر. لا يختلف المدخول من دولة إلى أخرى، ولكنه يختلف حتى في دولة الإمارات من مدرسة إلى أخرى. هناك أساتذة يجنون 4000 درهم شهريا، وآخرون يجنون 25000 درهم، وبالتالي المدارس تدفع بطريقة متفاوتة. ليس هناك من معدل عام لهذه الرواتب كما هو الوضع في المملكة المتحدة. وبالتالي إذا ما أراد المعلمون البريطانيون المجيء إلى هنا، نود أن نتأكد من أنهم يحصلون على إجابات عن هذا الموضوع خلال المقابلة، ويعرفون ما يتضمنه العرض. وهذا لا يقتصر فقط على المحفزات المالية، ولكن أيضا ما تستطيع المدرسة أن تقدمه على صعيد النمو في الوظيفة والتقدم المهني والتدريب. ولابد من أن يكون هناك توازن بين الحياة المهنية كأستاذ وأيضا عيش تجربة دولة الإمارات وما يمكن أن تقدمه. جوناثان برايس المدير العام لقطاع التوظيف في مجموعة إي تيتش التعليمية تحدث إلينا من دبي، شكرا جزيلا لك.